السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم غادي نقدم لكم بسيطلات صغار بطريقة مبسطة وسهلة، ما فيهاش بزاف ديال المراحل، وان شاء الله تجربوها. غنبداو بالمقادير. غنحتاجو هنا نص دجاجة، دجاجة ديال 2 كيلو، نص ديال دجاجة، وثلاثة ديال البصلات، ثلاثة ديال البصلات مشلوضين رقاق، معلقة كبيرة ديال المعدنوس، ما كنديروش فيها القزبر، كنديرو غير المعدنوس، ونص كاس ديال الزيت عادية. بالنسبة للعطية غادي نديرو راس معلقة ديال البزار، وراس معلقة ديال العطرية المروزية، وراس معلقة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال السكنجبير، وشوية ديال الملون الصناعي، وراس معلقة ديال السمن. هاد السمن كيتواتى مع الدجاج. هادشي بالنسبه للطياب ديال الدجاج. بالنسبه للمرحله الثانيه اللي غادي نحتاجو فيها تقريبا ربعه ديال اللوز، غادي نسلقوه ونقليوه في الزيت ونهرمشوه، نهرمشوه شي شويه رقيق باش يجي مع العماره. غنحتاجو معاه 2 معالق ديال السكر كلاصي، ومعلقه صغيره ديال القرفه. هذه الزبده اللي غادي نديروها ملي نكونو كندهنو الورقه، غادي نذوبوها. وبالنسبه للورقه ديال البسطيله، انا غنستعمل هذه اللي كتباع في اسيموف مرجان، كدير شي 14 درهم. هذه الصغيره وكاينه الكبيره، انا غندير هذه الصغيره، كتجي حتى هي زوينه وكتجي مقرمشه. وبالنسبه للبيض غادي نحتاجو 5 ديال البيضات صغار ولا 4 كبار. هادشي بالنسبه للمقادير. دابا غادي نجيبو طنجره صغيره، غادي نديرو فيها الدجاج. غتكونو حيدو له الجلده، من الافضل تحيدو له الجلده. غادي نضيفو البصلة، غادي نضيفو العطرية، هادشي، ونضيفو حتى المعدنوس. المعدنوس يكون شي واحد معلقة كبيرة ولا 2 معالق، راه المعدنوس كيتواتى مزيان مع البيض، كتجي داك لوبو زوين. هادشي هذا غادي نديروه على عافيه في الهله، غادي يتشحر بلا زيت، غادي يتشحر غير هو، وغادي نضيفو معاه واحد 4 كاس ديال الماء. صافي هكذا غادي يتشحر واحد شويه حتى تنزل ديك البصله، عاد نضيفو الزيت. ها انتما كتشوفوا من بعد ما كتبان البصله، غير شوفوا فيها كتبان، يعني واحد 5 دقائق باش غادي تبقاو تحركوا العطريه والدجاج والبصله. غادي نضيفو الزيت، هاد نص كاس ديال الزيت راه هو داك الزيت اللي قليت به اللوز، هذاك الزيت اللي كتقلب به اللوز كتهزو له نص كاس هو اللي كديرو في لاصوص. غنضيف معاه 2 كيسان ديال العنبة ديال الماء اللي في الجنب خلو الماء. صافي دابا غادي نخليوها طيب على بوطة مهيلة، على عافية مهيلة، واحد المهم راه تما تشوفو الدجاج طاب. فاش غيطيب الدجاج غنحيدو الدجاج باش يلاه يبرد باش نفرتوه، ونخليو لاصوص تعقد بوحدها. فوالا البنات، من بعد ما طابنا الدجاج كنزولوه من الطنجره وكنخليوه يبرد شي شويه، وعاد كنقطعوه طريفات صغيورين، وكنخليو هاد لاصوص باش تعقد باش تجينا الضغميره واقفه في دامها. عاد ديك الساعه غادي نطربو البيض وغادي نربقو نرميو شويه بشويه كما كتشوفوا. من بعد ما وقفات في دامها، دابا غادي نطربو هادوك 5 بيضات اللي درنا، غادي نطربوهم نبداو نرميو شويه بشويه، وحنا كنحركو بالخوي باش يتخلط مزيان داك البيض. من بعد ما كيطيب داك البيض مع الضغميره هكذا، خصو يجي هكا واقف، كنديروه في واحد الشبكه وكنخليوه يتسقطر واحد شويه حتى كتحيد منه هذاك الماء كله اللي كيكون فيه، وداك الليدام وداك الشيء كيهبط. وغادي ندوزو نقطعو الدجاج تقطعات صغار ونوجدو الورقة باش نديرو المرحلة الثانية. فوالا البنات، احنا من بعد ما قطعنا الدجاج طريفات صغار وديك العقدة نشفات من ديك الشبكة، داك الماء كله كينزل في الشبك منها،
ودابا وهاد اللوز غادي نديرو له دوك جوج معالق ديال السكر كلاصي والقرفه، حيت حنا ما درناش السكر في ديك العقده، في ديك العقده ديال البيض بلا ما نديرو فيها السكر. غادي نخلطو السكر كلاصي واللوز والقرفه، صافي نخليهم غادي نهزهم. دابا غادي نبداو نصوبو داكشي في الورقه، غنشدو الحبه ديال الورقه ونديرو طبصيل تحت منها، طبصيل ولا شي حاجه نتوما زليفه ولا اللي بغيتو. المهم غادي ندهنوها بالزبده، الزبده ذوبوها، ديروش فيها بزاف غير شويه. المهم غادي نجيبو واحد الورقه واحده، ورقه واحده غادي نفرقوها على اربعه، كل ورقة غنفرقوها على أربعة، فوالا كل ربع غادي نديروه هنا باش ما تبانش داك الحشو ديالها، ما يبانش في من الورقة. وغادي نبداو دابا غنديرو الدجاج هو الأول، الدجاج هو الأول، وغادي نهزو ديك العقده وغادي نهزو تمن جوج معالق ديال داك اللوز والسكر كلاصي والقرفه، الماق صغار. صافي دابا غادي نبداو نلمعو، حنا كنجمعو حنا كنديرو الزبده، ما غاديش نسدوها لا بالبيض لا بوالو، حيت حنا غندخلوهم الفران، وفاش غندخلو الفران غنديرهم على هاد الجهة هادي غادي تثبت. فوالا كما كتشوفوا غادي نعاود لكم واحدة اخرى، ندير هاد الورقة هكا كندهنوها، غادي نزيدو داك الربع، غادي نهزو الدجاج، كنتو تعمرهم بزاف عمرهم بزاف من لاسونسيال كل واحد و على حسب شنو. صافي غادي نبداو نجمعو، حنا كنجمعو حنا كندهنو، حتى هاد الورقة راه كتجي زوينة، كتجي مقرمشة فاش كطيب، حسب الناس لي كيبغيو مرة مرة يوجدو هكا بسيطلة صغار تكون عندهم في التلاجة، راه مكتخسرش فيها لاضات شوية طويلة. صافي هكدا كنقلبوها، غادي نكمل بهاد الطريقة ونرجع باش نوريكم من بعد ما غادي نديرهم في الفران وغادي نزور. صافي البنات هما من بعد ما خرجتهم من الفران، الفران شعلو لتحت وفوق وراقبوهم، لان يعني الورقه دغيا كطيب. غادي نزوق هذاك العبار اللي عطيتكم، راه كيخرج لي 8 من هادو، دابا غادي نزوقوهم. شي غادي ندير له داك السكر كلاصي، سكر كلاصي والقرفة،
بالنسبه للسكر الا بغيتو تزيدوا فاش درناه مع اللوز بغيتو تزيدوا على جوج معالق زيدوا، كل واحد على حسب شحال كيبغي ديال الحلاوه. والاخرين غادي ندير لهم شويه ديال العسل. شتو كيجيو مقرملين، ندير لهم شويه ديال العسل وندير لهم شويه ديال اللوز في الوجيه ديالهم، وغادي نرجع باش نوريكم طبق التقديم. صافي البنات، احنا من بعد ما درنا طبق التقديم كنتمنى الوصفه تعجبكم وجربوها، راها سهله وكيجيو بنانين بزاف هاد البسطيلات. وكنتمنى تشتركوا في القناه ديالي كوكتيل شانيل، وشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.